إذن من جديد نرحب بموفد شروق نيوز إلى جامعة بودواو وبولاية بومرداس لمتابعة الطبعة 11 للجامعة الصيفية للإطراتية الجمهورية الصحراوية طارق ثابت المتواجد رفقة ضيفيه الكريمين. إليك طارق، مساء الخير. مساء النور زميلتي مروة، تحية طيبة لك ولكل متابعي قناة الشروق الإخبارية. اليوم هو اليوم الثاني على التوالي للطبعة 11 للجامعة الصيفية لإطارات البوليزاريو والدولة الصحراوية. هذا اليوم مروة فتح أمام الدكاترة، أمام الإعلاميين وكذلك الإطارات من أجل مناقشة، نعم زميلتي ريما، أقول من أجل هذا اليوم فتح من أجل فتح باب النقاش وكذلك لتسليط الضوء على ما يعانيه وما يقاسيه هناك الإخوة الأشقاء في الصحراء الغربية، نعم أقول من طرف النظام الذي دأب على الظلم، على دأب كما قلت على أكل حقوق الناس، على سرقة كذلك الثروات. هذا النظام الذي يأبى أن يعترف بحقوق المظلومين. أقول طيب في حتى أتيح الفرصة لضيفي الكريمين، زميلتي يتواجد على أمامي الأستاذ نفعي أحمد محمد وكذلك وهو رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين، وعلى يساري ضيفي الكريم البروفيسور زهير بوعمامة أكاديمي ومحلل سياسي من أجل تسليط الضوء أقول أكثر على هذا اليوم وعلى النقاشات التي دارت وعلى المحاور التي خاض فيها الخائضون. أبدأ السؤال الأول مع ضيفي الكريم البروفيسور زهير بوعمامة. بروفيسور، طبعا هذا اليوم هو يوم مفتوح وهو يوم للنقاش من أجل تسليط الضوء على بداية على ما يعانيه أقول الشعب الصحراوي من ضيم ومن ظلم ومن قهر من طرف النظام المخزني، وكذلك من أجل تسليط الضوء أكثر على جهود الجزائر كقوة محورية في المنطقة تحاول أن تؤكد على أحقية هذا الشعب في استرداد حقه. صحيح، أولا تشرفت بأن حظيت بدعوة كريمة من القائمين على تنظيم الجامعة الصيفية لإطارات ومناضلي جبهة البوليزاريو والجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية الشقيقة. طبعا النقاشات كانت متنوعة ثرية، ومن المفيد أن نذكر أنه البارحة أيضا وقد كنا حاضرين سمعنا عن ممثلي مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية، ممثلي الأحزاب، ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والناشطين، تجديد العهد مع الأشقاء الصحراويين، التأكيد وتجديد الموقف الثابت للدولة الجزائرية بكل مكوناتها والشعب الجزائري بكل أطيافه وتوجهاته، الموقف المساند للشعب الصحراوي في كفاحه إلى أن يفتك حقه في تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال. طبعا هذا الموقف موقف ثابت لم يتغير، تغيرت الأزمنة، تغيرت الظروف، تغيرت المعطيات، ولكن الجزائر ظلت وفية إلى ثابتة على هذا الموقف. لماذا؟ لأنها وفية لمبادئها، الجزائر وفية لاحترام الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، وفية لتاريخها، لأننا أيضا بلد مر بظروف مشابهة، شرب من نفس الكأس كما يقال، تجرع مرارات الظلم والاستعمار وكافح وناضل كما فعل ويفعل الشعب الصحراوي حتى نال وحقق استقلاله. وأيضا على مر السنوات منذ استقلال البلد قدمت الجزائر الدعم والمساندة لمختلف حركات التحرر الوطني في كل أنحاء العالم، في أفريقيا، في آسيا، في مناطق كثيرة جدا، ولا شك أنها قدمت ولا يمكن إلا أن تفعل ذلك مع شعب جار شقيق عانى ويعاني ويلات الاستعمار المخزني. ولذلك هذا ليس غريب على
أو مما سمعناه على ألسنة من جاءوا البارحة وقدموا وجددوا عهد التضامن مع القضية الصحراوية. اليوم كان لي بتواضع شرف المشاركة في النقاش الذي سمعتموه، محاضرات من قبل مجموعة من الأكاديميين الجزائريين والمناضلين بين قوسين أيضا إلى جانب الداعمين للقضية الصحراوية. وأول شيء أنا شعرت بهذا الفهم العالي من قبل إطارات البوليزاريو لما كان يطرح هناك، لا شك دليل على أن الصحراويين مناضلين وإطارات يتابعون ما يقع في العالم من مستجدات وفي المنطقة أيضا، ويحاولون أن يقرؤونها بعمق وأن يجيروها ويعني يوجهوها لخدمة قضيتهم. حاولت أن أقول اليوم بأن العالم يتغير، بأن موضوع التحول نحو واقع أن العالم الآن أصبح متعدد الأقطاب سيخدم القضية الصحراوية على أساس أنه سينهي هيمنة القوى الغربية التي في معظمها عرقلت حق الصحراويين في التسوية السلمية من خلال تعطيل قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية. هؤلاء في تراجع، هؤلاء في انحدار لصالح قوى أخرى يبدو أنها أو هي صاعدة ومواقفها أقرب إلى دعم الحق الصحراوي. حين نتكلم على الموقف الذي سمعناه مثلا في البيان وقرأناه في البيان الأخير بمناسبة زيارة السيد الرئيس إلى بكين، الصين الآن أصبح لديها موقف يقول بوجوب التسوية السلمية وفقا لقرارات الشرعية الدولية لهذه القضية، مع أيضا الموقف الروسي الذي تم التعبير عنه أيضا. إذن العالم الآن أصبح فيه القرار متوزع على أطراف كثيرة جدا تمنع استمرار سطوة وهيمنة وتعامل بعض مراكز أو المراكز والقوى الغربية كما يقال بموازين مختلفة مع الشرعية الدولية، مع قرارات الأمم المتحدة، مع مسألة حقوق الإنسان. هؤلاء يدوسون على القرارات الدولية متى يشاءون ويطبقونها كيفما يشاءون. العالم يتغير، ونتمنى أن يكون التوجه نحو إنهاء هذا الوضع لصالح عالم يكون أكثر توازنا وأكثر عدلا. والعدل هو نهاية الظلم، نهاية الاحتلال، ولا ظلم أكثر من أن تحتل أرض شعب وتنهب خيراته وتقتل يعني مواطنيه. ثم أيضا على المستوى الجهوي هناك تغيرات في المنطقة، في عموم القارة. أفريقيا الآن تعود بقوة إلى الساحة الدولية، صوتها يرتفع. الأفارقة الآن يرفضون السياسات النيوكولونيالية ويقولون أن عهد الإملاءات انتهى. ولا شك أيضا أن موجة التحرر الجديدة هذه أيضا ستكون في صالح القضية الأفريقية الصحراوية. ثم حاولت أن أقول أيضا بأنه في جواركم المباشر هناك أيضا تغيرات. هناك هذا البلد الجزائر الذي لم ينقطع يوما عن دعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، هو يعود بقوة إلى الساحة الدولية، يعود الدولة المحورية، يعود بقدرات القوة الصاعدة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في صالح القضية، على أساس أن حلفاء القضية أو داعمي ومساندي القضية يوجدون في القارة الإفريقية مثلا في أحسن حالاتهم، في مقابل أن المحتل دولة المخزن تعيش مشاكل لا تعد ولا تحصى. وحتى الدول التي غطت عليها ودعمتها في مجلس الأمن، فرنسا مثلا حبلها يرتخي في المنطقة وتعاني كما يعلم الجميع مثلا في الساحل الصفعات تلو الصفعات. وهذا أيضا كما حاولنا أن نقوله سيكون في صالح دعم القضية الصحراوية التي لا شك يعني المبتدأ والمنتهى فيها هو إصرار الشعب الصحراوي في الداخل وعلى جبهات النضال والقتال على أن يفتك حقه في تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال مهما كلفه من أمر.
طيب هذا ما يجب ان يكون، وهذا هو الكائن بطبيعه الحال دكتور. طيب امر ضيفي الثاني الاستاذ نفعي احمد محمد رئيس اتحاد كتاب الصحفيين الصحراويين. استاذ محمد، انت تعلم جيدا ان النظام المغربي، نظام اقول المخزني، اراد ان يحتمي باعداء، اراد ان يحتمي ربما بقوى اخرى هي بعيده كل البعد عن الانسانيه، ولا تعطي ولا تريد ان تعطي لاهل الحق حقهم. ما هي قراءتك ربما الى هذا الاحتماء بدول يعني عدوه تريد ان تاخذ من اهل الحق حقهم ومن اهل الارض ارضهم؟ جولة الأسبوع في الصحراء الغربية التي ظن الاحتلال المغربي واهما بأنه يستطيع أن يبسط سيادته على الصحراء الغربية بسلطة توسع غير شرعية للمرة امتدت 50 عاما، وهذه العقود الخمسة الماضية أجبرت الاحتلال المغربي على إظهار كل أوراقه التي لطالما أخفاها العلاقة المغربية الصهيونية، ليست لغزا ولا هي بالجديدة، هي فقط تكشفت إلى العلن بفعل أن من يفتقد الشرعية يبحث عن سلطات غير شرعية. أولا سلطة دونالد ترامب خارج فترته الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية أياما فقط قبل مغادرته البيت الأبيض، حتى أنه يعني جلب أسوأ المشاهد الديمقراطية الأمريكية دعنا نقول في بلاده، لجأ إلى الكيان الصهيوني أدخله إلى المنطقة بعدما كان يتجسس على القمم العربية التي تنظم في الأراضي المغربية. الوجود الصهيوني في الصحراء الغربية هو الذي هندس ومول للأسف ببعض بأموال لبعض البلدان العربية من جدار أزمة يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا ويضم ويشمل 10 ملايين لغم مضادة للأفراد تهدد طبعا الحياة البشرية وحتى الحياة بكل أوجهها في الصحراء الغربية. ذهب إلى شراء الذمم في البرلمان الأوروبي في ماروكو بفضيحة ماروكو جيت، وبات يقتني متاجر أقرب هي إلى سلعة للمواقف عن كونها قنصليات لبعض البلدان هنا وهناك. فبالتالي فخر الصحراويين أنه بفعل العقود الخمسة الماضية أنهم يجمعون في حلفائهم الجزائر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، والمواقف المشرفة حتى من القوى الدولية دعنا نقول الساعية إلى موازين قوى في عالم يتشكل من جديد، لأنه بفعل طغيان ذلك المعترك الذي يحاول الإجهاز على الحق، لأنه نعلم بأن القضية الصحراوية داخل إطارها القانوني جلي جدا، داخل مواثيق الشرعية الدولية جلي جدا، داخل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كونها نزاع وباعتباره نقطة حرب، وبخاصة منذ عودة الحرب إلى الوجهة في الصحراء الغربية بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بمنطقة القرقرات، ثغرة غير الشرعية والمشروع صهيوني مغربي بأجل فرض أمر الواقع عبر سياسة الضم بالقوة. الأمر الذي رفضه الصحراويون تفطنوا إليه بأنهم ليسوا طبعا في غفلة عن لعبة الأمم الجارية اليوم، ليسوا في غفلة عما يحدث من حولهم، ويدركون تماما أي ركن فرضوا على الاحتلال المغربي أن ينحاه في ظل التحولات والتجاذبات الآنية اليوم. ما يقودنا إجابة على سؤالكم بأنه ما حدث الآن بالتحديد قد لا يبدو مفاجئا للمتتبعين للمشهد عن كثب، باعتبار أنه أسلوب قديم جديد بصيغ وبآليات حديثة حاول تجسيده في الاتحاد الإفريقي عندما خرج من قمة نيروبي بفعل وجود الجمهورية الصحراوية، وعاد قبل 5 سنوات والجمهورية الصحراوية قائمة. إذن ما الذي تغير في واقع الأمر؟ أراد أن يجسد ما لم يستطع به فعلا من خلال سياسة الكرسي الشاغر، فأراد الكولسة. كل هذا يحدث وحليفه الذي حماه، الذي لعب على فواصل القرارات الدولية، فرنسا تقاعست بالفعل، وهنالك قوى كلاسيكية كانت تعرف داخل منطقة الساحل والصحراء بدعمها اللامتناهي للامتداد الاستعماري الفرنسي، وإن من نافذة الاستثمارات والتنمية وسمها في شعارات ما شئت، لم تعد تلك باريس التي تستطيع أن تعلن نفسها للواجهة، وخانت هي ضحية أيضا من نظام بيغاسوس وساستها مثل ما حدث في إسبانيا. وربما الموقف التخاذل الذي عبر عنه بيدرو سانشيز، المتابعين في إسبانيا يذهبون إلى أنهم ذهبوا إلى الحياة الشخصية للرجل حتى أنه ينحى بموقف كهذا في وقت يجب أن تلعب مدريد وأن تفي بالتزاماتها في الصحراء الغربية. يجب هنالك معطيات ثلاث يجب أن نخرج بها كخلاصة في كل ما يحدث. لو أن الاحتلال المغربي
تعتبر هذه الأراضي الصحراوية المحتلة جزءا من أراضيه، لماذا أعلن العام 56 بأنه لا للاستقلال كاملا؟ تصور بأن الجزائر لم تعترف باستقلالها العام 61 عندما حاول الفرنسيون اقتطاع جانبا من أراضيهم من الأراضي الصحراوية الجزائرية، ثم بعد ذلك ترضى بأن تتقاسمها مع الآخرين. المعطى الثالث وهو معطى تاريخي يرد بالفصيح، إذا كان من مطالبات تاريخية فيجب أن تطالب بغداد بمراكش، يجب أن يطالب الموريتانيون بمراكش. لماذا؟ لأن حضارة المرابطين جاءت من الجنوب نحو الأندلس وليس العكس. ما يفترض أن الحقائق التاريخية التي تؤطر حتى هذا النزاع، الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي 16 من أكتوبر 75 كان واضحا، لا توجد روابط سيادة بين سكان الصحراء الغربية لا مع سلاطين المغرب ولا حتى مع الحكام في موريتانيا، وبالتالي روابط السيادة التي توجد للصحراويين هم الساد على أرضهم، وهو ما أكدته وستؤكده بعد شهر من الآن محكمة العدل الأوروبية بعد قرارات 2016 2018 و2021 بأن المالك الحصري للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي. ما يعني ذلك؟ بأن مسألة السيادة ترتبط أساسا بالطرف الصحراوي، وهذا يقودنا إلى ما هو أهم، أن المسألة في جوهرها مثل ما ذهب إلى ذلك البروفيسور بومامة بأن جوهر المسألة تعود إلى أساليب الكفاح والمقاومة التي يمتلكها الصحراويون ويحوزونها. طيب شكرا جزيلا أستاذ محمد، ابقى معي. أعود إليك بروفيسور. بروفيسور طبعا في هذه أقول أعود إلى الجامعة الصيفية، أعود إلى ما تتضمنه من محاور نقاش، وأقول وما ما سيترتب عنها. أقول أنتم حسب اعتقادكم، حسب مواكبتكم لهذه الجامعة الصيفية، كيف ربما ما هي تنبؤاتكم للمخرجات التي ستكون إن شاء الله في هذه الجامعة الصيفية؟ أول شيء هذه الجامعة الصيفية هي جامعة الإخوة والأشقاء الصحراويين، هذا تقليد معمول به منذ سنوات، توقف اضطراريا في أيام سنوات الكوفيد كما نعلم، وعاد الآن من جديد. أعتقد بأن جبهة البوليزاريو كحركة تحررية تحرص بشكل كبير جدا على أن تجمع مناضليها وإطاراتها، أن تناقش معهم مستجدات الوضع والنضال والكفاح والمستجدات الدولية التي لا شك تؤثر بشكل أو بآخر على قضيتهم. وهي أيضا فرصة كما علمت من خلال البرنامج الذي قرأناه لتكوين إطارات ومناضلي الجبهة والدولة الصحراوية، أيضا هؤلاء أيضا يتكونون من خلال الجامعة الصيفية وفي الجامعات الجزائرية وفي جامعات أخرى، إعدادا للدولة الصحراوية بعد أن تحقق إن شاء الله استقلالها. لذلك أعتقد بأن الحديث عن النتائج دائما ستكون طيبة وإيجابية، أن يلتقي المناضلون والإطارات، أن يناقشوا المستجدات والأوضاع، وأن يسمعوا وأن يتكونوا وأن يعدوا للعودة مرة أخرى إلى جبهات النضال، كل في موقعها الإعلامي في الإعلام، والدبلوماسي حيث موجود، والمقاتل حيث خطوط المواجهة مع المحتل المغربي أيضا. أعتقد بأن يعني جبهة البوليزاريو كحركة تحررية تعطي هذا المثال على تمسكها بكل أنواع الإعداد لأجل أن تحسم معركتها في مقارعة الاحتلال، وأن تفرض نفسها وتفرض الاعتراف بحقها في تقرير المصير. لذلك أعتقد بأن المخرجات لا شك ستكون طيبة كما كانت على الدوام. نعم. طيب أستاذ محمد، زميلتي ريما طبعا كما قلت في نعم زميلتي ريما، يبقى معي الأستاذ محمد، وأعود مرة أخرى للأستاذ محمد. أستاذ محمد، أنت تعلم الآن جيدا أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام ما يحدث، في رأيكم أنتم كأهل حق كأصحاب حق، ماذا ربما ينتظر من المجتمع الدولي؟ نحن نعلم بأن القضية الصحراوية ستجد طريقها إلى التسوية في حالات ثلاث، أولها
هو عندما تكون القضية الصحراوية أولوية على مستوى أهل الحل والعقد في اللعبة الدولية، وأول هذه الهيئات هو مجلس الأمن الدولي، بحيث يظل الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية هو العام 1963 والقرار 14-15، حيث تعالج القضية الصحراوية ضمن الأقاليم 17 غير الخاضعة للحكم الذاتي من قبل أهلها، وليس الحكم الذاتي الذي يسوق إليه الاحتلال المغربي. هذا معطى. معطى آخر أنه في انتظار التسوية السياسية للملف لا دير من فتح جبهات مهمة جدا، معركة حقوق الإنسان، حيث أنه اللجنة الأممية لتطبيق الاستفتاء في الصحراء الغربية وتأخذ اسمها من هذا الاسم اختصارا بالمينورسو، هي الهيئة الأممية الوحيدة التي تظل شاهدا كفيفا، لا يسمع لا ينطق لا يرى عندما يتعلق الأمر في الصحراء الغربية وفي مسألة حقوق الإنسان. لا هي تتابع الوضعية عن كثب، لا هي تقرر عنها، فكيف بحمايتها؟ وهنالك دعوات كبيرة وكثيرة من ضرورة حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في ظل ارتفاع حدة الخروقات المغربية، وبخاصة منذ 13 نوفمبر 2020، وبالتالي هنالك أسرى مدنيين صحراويين على ذمة الاحتلال المغربي، وبالتالي يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. هنالك مسألة الحقوق القانونية والإدارية، وهنا نفتح قوس لندخل في مسألة الثروات الاقتصادية، باعتبار أن السبب الأول لأي قوة استعمارية هو البحث عن الموارد لتغطية الاجتياع، وبالتالي الاحتلال المغربي يصدر أزماته وأصبح في ضائقة حتى أمام رأيه العام الداخلي، وعندما تقوم بعملية صبر أراء داخل الأوساط الشعبية المغربية الحقة فلن تجد من يناصر من يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وبالتالي أيضا هنالك مسألة الإنسانية بشكل عام، رغم أنه هنا أشير بأن اللاجئين الوحيدين في العالم الذين ليسوا لاجئين مستسلمين، لا ينتظرون الإغاثات الدولية ولا يقتاتون عليها، أداروا دولتهم وإن في اللجوء بطريقة مكنتهم بالفعل من تكوين الإطار البشري، واستطاعوا بالفعل أن يجسدوا مفهوم الدولة، ما يعني أن الضمانة التي يبحث عنها المجتمع الدولي هي قائمة اليوم بمؤسساتها وبإطاراتها التي تشارك اليوم في هذه الجامعة. وبالتالي أعود وأذكر بأن هذه الجامعة من بين مميزاتها أنها الأولى التي تنظم على مدار 11 طبعا مضت أنها على وقع البلاغات العسكرية، حيث اليوم يبلغ الكفاح المسلح بلاغ يومه 845. نعم، إذن كنتم استمعتم الآن. شكرا زميلتي ريما، شكرا أيضا لضيفي الكريمين الأستاذ نفعي أحمد محمد رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين، وكذلك البروفيسور زهير بوعمامة أكاديمي ومحلل سياسي. تستمر مواكبتنا ومتابعتنا لهذا الحدث للجامعة الصيفية في طبعتها 11.